أخي الكريم عبد الله، نحن الآن في سوريا ندفع ثمن التخلي عن الخلافة العثمانية. نحن كسنة في سوريا غير مسموح لك كسني أن تحكم سوريا، نقطة آخر سطر. الدليل على ذلك أن الملك فيصل، نجد الشريف حسين، لا أستطيع، يعني لا أعرف أحدا قدم خدمات جليلة للاستعمار البريطاني والفرنسي والغربي على مدى 200 سنة 300 سنة مثل ما قدمه الشريف حسين والملك فيصل وهذه الأسرة للاحتلال الفرنسي أو البريطاني. ومع هذا الملك فيصل عندما حكم سوريا في 1918 لم يسمح له الاحتلال الفرنسي أن يحكم سوريا، وطالبه بالخروج، وخرج مرغما إلى الأردن، ثم خرج إلى العراق. إذن الفرنسيون منذ ذلك الوقت حكموا وقرروا وأنهوا القرار بأنه لا حكم سني في سوريا، وإنما لابد من تشكيل تركيبة طائفية في سوريا، بدءا من جيش المشرق الذي هو أشبه ما يكون بشبيحة فرنسا ضد الثوار في حرب الاستقلال، والتمهيد لتشكيل جيش طائفي. يقول تقرير فرنسي يومها في عام 1947 أن ثلثي الجيش العربي السوري، نواة الجيش العربي السوري، من الأقليات الطائفية الموالية لفرنسا. هذا الاحتلال الفرنسي الذي بذر بذرة الطائفية في سوريا هو الذي نحصد الآن ثماره أو نتائجه. ولذلك بعد 1957-58 وتراجع الفرنسيين في قناة السويس وفي المنطقة بشكل عام، بدأ يتولى كبر الاهتمام بالنظام السوري هو الاتحاد السوفيتي. ولذلك منذ ذلك الوقت حتى الآن تعتبر سوريا حرملك روسيا. ولذلك كان القرار لافروف بأنه لا حكم سني في سوريا.